الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فيسر إخوانكم في مركز نور على الدرب الترحيب بكم في اللقاء الشهري، ونستضيف الدكتور هيثم محمد سرحان ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المناهي اللفظية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بإخواني في هذه البلدة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. أولا يا أخواننا أنا لست بأفضلكم، لكن أريد أن أتذاكر معكم أمور مهمة جدا. السلفية إخواننا، اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد، لابد تظهر على السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، لم يحمى التوحيد فقط، حمى التوحيد في العقيدة، في المعتقد، وفي الأقوال، وفي الأفعال. في الأفعال نهى عن الشرك، الطواف بالقبور، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وفي الأقوال سد الطريق. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. استغاثة، حكم هذه الاستغاثة جائزة، حي، حاضر، قادر، يعتقد أنه سبب. أغلق الباب، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت شرك أصغر أكبر أصغر. قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا شرك أكبر، احتج عليه بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر. بل ما شاء الله، كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئت. سنتكلم عن هذه النقطة. أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام. يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة عند العامي، أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة، تحقق التوحيد حتى في الألفاظ. في الحديث أبو طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقول. الراوي ما استطاع أن ينطق بالشرك، ما استطاع، مع أن حاك الكفر ليس بكافر، لكن هذه العقيدة السلفية في الألفاظ ما يستطيع يتكلم، ما استطاع أن يحكي كلام هذا الكافر. ماذا قال؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يحقق التوحيد حتى في الألفاظ. الأصل يقول قال أنا على كذا، ما استطاع أن يرجع بالكفر على نفسه مع أنه حاك الكفر ليس بك. هذه العقيدة السلفية. فلا يأتي واحد بعد الدرس يناقش يقول لا فلان قال يجوز. نعم يجوز عند العامة، أما أنت طالب علم سلفي متبع لطريقة السلف تحقق التوحيد في الألفاظ. عندي طبيب كان يعالجني في دولة من الدول، وجئت سلمت عليه بعد أن انتهينا من العلاج، وعلى يعني عادة هذه البلد، في البلد هذه عندهم لفظة تقال عند الشكر عند نهاية. قلت له رحمة، السلام عليكم. غاضب. تعرف أنا الآن لو أتكلم مع الشيخ باللغة الكويتية يفرح، هذا غضب لأنه قلت له رحمة. قال أنت جئت إلى هذه البلاد داعية إلى الله، تعلمنا ماذا نقول إذا أردنا أن نشكر مسلم، تقول لي رحمة؟ رحمة هذه يقولها عندي العوام، أقولها أنا، أما أنت تقول رحمة خطأ. قلت إيش أقول؟ قال أنت تقول. قلت أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا فقد
أبلغ في الثناء. هذا يعلمني هو. إذن إخواننا الطريقة السلفية الآن عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله، أرفع رجلي لو سمحت، صحيح البخاري. صحيح البخاري بماذا سأل؟ أمور منها الإخلاص كذا، انتقى نصوص ألفاظ الكتاب والسنة. شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام، جميع كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه. بماذا؟ ينتقي النصوص، يتكلم، قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه؟ قال هذا الذي جاء في القرآن. فأنت تنتقل الألفاظ الشرعية السلفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، سلفي تكون على هذا. دخلت علينا بعض الألفاظ من الصوفية، من المبتدعة، من المشركين، من الكفار. نعم يا أخي، أنت الآن داعية إلى الدعوة السلفية شئت أم أبيت، صح؟ هي نعم. فلماذا تقول لي صباح النور؟ صباح النور؟ إيش صباح النور هذه؟ المانوية يقول أن النور هو يخلق الخير، فعندما تقول لي صباح النور كأنه اللي يأتي بالخير هو النور. طب ماذا أقول؟ صباح الخير خطأ أيضا عندهم، عند بعض العلماء قال لا، تقول صبحكم الله بالخيرات، بالخير في التحية، السلام عليكم. من الناس من يقول سلام عليكم، خطأ، السلام عليكم هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم يعني، ما تأتي خاصة الآن يعني التكلم بغير العربية. إخواننا لغة كل مسلم، كل مسلم هي اللغة العربية. هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة، ويفتخر البعض خاصة يعني خاصة عندنا بغير حاجة، هذا غير محتاج أن يتكلم معي باللغة الإنجليزية. لماذا يقول لي good morning؟ لماذا يقول oh my god؟ لماذا يقول thank you مثلا؟ أوكي، إيش أوكي؟ فهذا اللي يتكلم معك يقول يا أخي أنا مسلم، أنا لغتي اللغة العربية، عند الضرورة أنا أستطيع بفضل الله أتكلم مع هذا باللغة الإنجليزية، لكن لا حاجة الآن أن أتكلم باللغة الإنجليزية. لماذا أتكلم؟ الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول جاءنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم، أنشئ المدارس، ندفع لكم أموال، نبني لكم بنايات، درسوا العقيدة، درسوا القرآن، درسوا كل شيء بشرط واحد، تتعلم اللغة الفرنسية. يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر. كافر؟ استغرب أنت. الشيخ حماد قال أنا طالب، وهذا فتوى من؟ العلماء. ما استطعت أن أصنع شيء، هاجرت، كان كل الخير في طاعتي للعلماء في غير معصية الله. كيف كفر؟ كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر. فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية، تتأثر. الآن في هذه الأزمنة عندنا الروايات، يا سلام يا حبيبي، قال اقرأ الروايات، رواية مدري مين الملحد، ورواية الكافر، وفيها أعوذ بالله. ماذا نستفيد من الروايات؟ طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنة كفاية؟ الشباب الآن يحدثونا وإحنا نمشي في الطريق عن الأناشيد، الأغاني، أناشيد أغاني لا شيء لا فرق. لماذا تعتاد على سماع هذه الكلمات؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلى الله يجعلنا وياكم منهم، وعاشوا على دندنة دندنة. ماذا فيها؟ هل فيها كلام طيب؟ إذا فيها كلام طيب وشيء من النظم يقوله لا إشكال في هذا. أما ليس فيها إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن،
إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن لا تسلم من بناه إنه البنا حسن. كيف يكون هذا؟ هذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأناشيد منظومات لا أشكال، الأسماء غيروها علينا. كيف غيروا الأسماء؟ والله غيروا أسماءنا. أحب الأسماء إلى الله، من يعرف؟ الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن، صح؟ ما يسمي عبد الله عبد الرحمن، ما حد يسمي عبد الله عبد الرحمن. الأب يتعب ويذبح عقيقة، صح؟ ويسمي عبد الله، والناس تنادي عبودي عبادي عبدو، صح؟ وعبد الرحمن دحمي دحم حم وجيه، المهم محمد، قال لا حمادة حمام حمودي ميمو، ايش ميمو هذه؟ اخواننا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضي عبد الله عبد الرحمن، ما ترتضيها؟ قال لا سميه عبد المطلب. لماذا؟ هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب؟ لا. هل اقر بهذه التسمية؟ لا. هذا نسب عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع ان يغير هذا. قال انا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب، لكن ما سمى احد بهذا. ثم انت الان تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه، تاخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى. اذا لماذا ننادي بعض الاولاد الان حمودي وعبادي وعبودي وميمو وحمام؟ يا اخواننا اشكال في الاسماء عندنا كبير جدا، حتى ادخلوا عند العرب عندنا إشكال أيضا. العرب ما يذم غير العجم غير العرب، وهذا ما يذم هذا. الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا، في الكويت وفي السعودية في كل مكان. لا، هذه جاهلية، فخر بالأحساب والطعن في الأنساب. إشكال أيضا، قال من قبيلة من وكذا، وانت حضري وانت بدوي. حتى بين أخواننا السلفيين ما يمكن يكون هذا. ممكن تعرف بنفسك، لا إشكال. حتى كثرة السؤال منهي عنها أو لا؟ نهينا عن كثرة السؤال؟ نعم أو لا يا أخواننا؟ طب لماذا يسألك هذا؟ من وين أنت؟ ومتى جيت؟ وكم رصيدك في البنك؟ إيش علاقتك أنت؟ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ومتى تسافر؟ وفين نزلت؟ وفي أي فندق؟ وتعشيت؟ تغديت؟ ما لك علاقة يا أخي. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. والله لو تركنا ما لا يعنينا سعدنا. في عالم من علماء موريتانيا، هذا لا يستطيع أن يكلم أحد إلا في الدرس أو في الصلاة أو في الذكر، لأنه لديه ورد يومي مراجعة، فما يتكلم بكلام الدنيا أبدا. حصل انقلاب قبل 5 سنوات في موريتانيا اللي يطالع السياسة. المهم حصل انقلاب على رئيس موريتانيا، فالمؤذن قال اليوم الإمام يتكلم معي، مشكلة في الدولة انقلاب. فقال للإمام يا شيخ حصل اليوم انقلاب على رئيس موريتانيا، لم يلتفت إليه. لماذا؟ لو التفت إليه وتكلم مع المؤذن ضاعت هذه الدقائق، ضاعت الدقائق، اختل البرنامج، ما التفت إليه. يقول المؤذن بعد قرابة سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فسحة فراغ ممكن نصف دقيقة. قال بسرعة بسرعة قل من الذي حصل على الانقلاب. قال يا أخي روح خليك في ذكرك أحسن لك، والله لو بقينا واشتغلنا بما ينفعنا خير لنا. إيش عندك يا أخي؟ اسأله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ صح؟ ما هي أركان الإسلام؟ ما هي أركان يا أخي؟ مجالسنا لابد أن تكون مجالس سلفية. النطق ما تنطق، كما أن الكلام منه ما هو مذموم، السكوت منه ما هو مذموم، صح أم لا؟ هذا مذموم وهذا مذموم، فليقل خيرا أو ليصمت. لكن أحيانا يكون الكلام واجب. عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع السب والاستهزاء قال ما رأينا مثل قرائنا، قال كذبت ولكنك منافق. إذن هنا وجب أن يتكلم. إذا كما أن أحيانا الكلام محرم، كذلك الصمت أحيانا يكون محرم. يسمع، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وحسب ربك.
يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، تسكت؟ يرسل لك رسائل؟ الآن من يرسل لنا رسائل فيها سب أم المؤمنين عائشة، يقول انظر ماذا قال الخبيث في أم المؤمنين. طب هل ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ والله ما تستطيع ترسلها، لكن في أم المؤمنين لا إشكال. وبعدين قال نحب أم المؤمنين، كذاب. هذه والله ما طريقة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. كيف اليوم نسمع ونقرأ لأهل البدع؟ كيف؟ لماذا؟ وتجد بعض الطلاب العلم سلفي مع كتب مبتدعة، قال متهوكون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال هذا أدرى الناس بهؤلاء. طيب وشيخ الإسلام ما يعرف هذا؟ فأخواننا مسائل نحققها، لا يأتينا طالب ويقول لا فلان من العلماء قال كذا، قال يصح نقول صباح النور ما في إشكال، نيتي طيبة، نقول لفظك غير صحيح. الآن الحلف يحلف بالشرف، يحلف بالذمة، بالأمانة، برأس أمي، حياتي وحياتك وثربة أمي وشيبتي وفي رقبتي وفي لحيتي وفي شواربي وبالعون، بالعون إله وإحنا لا ندري، والله إله وإحنا لا ندري. أترك الجوال أشار. بعض الناس هدانا الله وإياه يدخل الكلام إلى أماكن، وهذه الأماكن كانت لا تعرف هذه الكلمات، مثل بلعون مثلا. عندنا الأسماء، عندنا التعبيد ما يكون إلا لله، عبد الحسين، عبد النبي، عبد السيد، عبد كذا، ما يمكن. عبد السيد إذا يقصد الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، قال له رجل، قال له أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوهموا فيه السيادة التي لا تكون إلا لله، الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. ولهذا عندنا العوام إذا قلت له يا سيد قال سيدك مولاك عامي. وبعض أخواننا لو تقول له أنت سيد قل جزاك الله خير شكرا،